للمزيد حول هذا الإنجاز الطبي يسرني أن تنضم إلي عبر الهاتف الدكتورة مريم عدبي الجلهمة، الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية. نرحب بك دكتورة في نشرة أخبار الثالثة ونبارك لكم هذا الإنجاز المقدر. إذن دكتورة، ما هي الآلية التي اتبعتها المستشفيات الحكومية لتنفيذ توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بالانتهاء من قوائم الانتظار لعمليات زراعة القوقعة الإلكترونية؟ نعم، مساء الخير. ونشكر لكم هذا التقرير الرائع اللي فعلا عكس تنفيذ مبادرة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتوجيهاته بشأن سرعة الانتهاء من القوائم. نعم. احنا وضعنا آلية بحيث ان امام اعيننا ان يجب ان ننتهي من جميع قوائم الانتظار خلال هذا العام. وضعنا ان احنا نقدر نخلص هذه في بالكثير في شهر اغسطس. فعملنا على رفع عدد غرف العمليات المتاحة لإجراء زراعة القوقعة. عملنا على عمل الأطباء بكل إخلاص وجهد على رفع ساعات العمل ليتمكنوا من معاينة أكبر عدد من الأطفال. تم وضع آلية لتسريع عمل الفحوصات الإشعاعية، وتحديداً كل هاي الأطفال يحتاجون تصوير مثلاً رنين مغناطيسي أيضاً. تم وضع خطة لهم أن ننهي منهم بسرعة كل الفحوصات المطلوبة مثل ما قالوا الأطباء في التقرير حالة حالة عشان نتأكد من أنهم مطابقين لزراعة القوقعة، ومن ثم جدولتهم بسرعة حسب المواعيد اللي تم التسريع فيها وإتاحتها. وفعلا استطاع الكادر الطبي أن ينجز وينهي قوائم الانتظار، ولكن هذا ليس نهاية المشوار، إنما هو بداية المشوار. بداية المشوار في وضع الابتسامة وإعادة جزء من المشاعر أو الأحاسيس التي خلقت في الطفل حتى يقدر يتجاوب مع المجتمع ويقدر ينتج لما يكبر ويصبح فرد عامل ومعطي في المجتمع. نعم دكتورة، بعد هذه الجهود كيف ساهم برنامج زراعة القوقعة الإلكترونية في يعني تطوير حياة المرضى ليمارسون حياتهم بشكل طبيعي؟ نعم طبعا، أنا مثل ما قلت هي بداية، البداية هي بعد الزراعة وليس زراعة القوقعة انتهينا، لأن هناك فريق مهني آخر يساعد الطفل على اكتساب مهارات النطق، لأن هذا بالنسبة له شيء جديد. الطفل يسمع لأول مرة الأصوات، بعض الحالات تكون متقدمة شوية في العمر، فبالنسبة له ما يقدر يترجم اللي قاعد يسمعه، فيقوم فريق النطق والسمع بعمل تمارين تأهيل وتحسين النطق له حتى يحسن من نوعية حياته ويبتدي يقدر يتواصل ويفهم الكلام اللي مطلوب. هناك فريق يستمر في معاينة القوقعة والتأكد من عملها بشكل صحيح، يعني المتابعة ترى تستمر مدى الحياة. أي يحتاجون أي قطع غيار للتبديل أو التبديل أيضا، الحكومة وفرت لنا الميزانية المطلوبة للاستمرار في صيانة جهاز القوقعة نفسه واستمرار تقديم خدمات النطق والسمع حتى يكبر الطفل ويصبح قادر على الاعتماد بنفسه ويقدر ينخرط في المجتمع ويشتغل في أي وظيفة هو قادر عليها. فشكرا لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على هذه المبادرة والدعم اللامحدود اللي حصلت عليه المستشفيات الحكومية من العاملين كلهم إلى الأهالي لتحقيق هذا الإنجاز. نعم دكتورة مريم عدبي الجلهمة.